تعالوا نروح بقى للتطوير والاهتمام بأسطول النقل زي ما احنا بنقول كده والقطارات. كل يوم في تحديث، وزي ما احنا بنقول الدولة المصرية بتبقى، يمكن احنا بنبقى مهتمين بجزئية معينة، شايفين الأمور من زاوية معينة، لكن الدولة المصرية بتبقى شايفة اللي هي البانوراما فيو اللي احنا بنقولها، أو النظرة الشاملة. ولذلك لازم المواطن يبقى عنده ثقة في دولته، وإنه في إجراءات بتتخذ لمصلحته ولمصلحة الجميع أيضاً، بتبقى الزاوية مختلفة، بتبقى نظرة شاملة، وده اللي أكد عليه الرئيس في أكتر من مناسبة. بالنسبة لوزارة النقل، أكدت إن هي اختارت محطة بشتيل عشان تبقى بديلة لقطارات الصعيد بدلا من محطة مصر لمجموعة من الأسباب والمميزات. نشوف مع حضراتكم تقرير مفصل عن مميزات المحطة ونرجع. من 9 مميزات فعلا بالنسبة لمحطة بشتيل. محتاجين الناس دايما ان هي تجرب الحاجة الجديدة. احنا بنقول الانسان عدو ما يجهل، فالناس دايما بتبقى على قديم ومش عايزة تجرب، لا شوفوا الجديد واعرفوا ان هو هيكون افضل للجميع بإذن الله.